هنتكلم النهاردة عن جنين 48 ساعة للكتكوت. 48 ساعة من ايه؟ من فترة التحضين او الانكيوبيشن. قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده خدنا جنين 24 ساعة وخدنا جنين 33 ساعة. اول حاجة بتميز جنين 48 ساعة ان الجنين ده فقد التماثل الجانبي، يعني الجنب ده ما بقاش شبه الجنب ده. ليه؟ نتيجة لالتواء المنطقة الامامية. الالتواء ده بيسمى بالانحناء الرأسي cranial flexion. طيب هلاقي في المنطقة الأمامية كمان إن المخ عندي برين تميز لإيه؟ أول حاجة مخ أمامي اللي هو الفور برين أو التلنسيفل. طيب المخ الوسطي اتقسم عندي المنطقتين داين سيفالون اللي هو الدماغ البيني والإيه؟ والميزن سيفالون اللي هو الدماغ المتوسط. يبقى عندي المخ المتوسط قسم لمنطقتين، دماغ بيني ودماغ متوسط. تمام. بعد كده عندي المخ الخلفي اتقسم لمنطقتين، اول منطقة اللي فوق كده اسمها ايه؟ ميتنسيفالون اللي هو الدماغ التالي، واللي تحتيها اسمها مايلونسيفالون اللي هو الدماغ البصلي. يبقى الدماغ الخلفي اتقسم لمنطقتين، دماغ التالي والدماغ البصلي. يبقى عندي بعد كده اللي هو العقل اتقسم لكم منطقة؟ 5 مناطق. المخ الأمامي والمخ المتوسط اتقسم لحاجتين اللي هو الدماغ البيني والدماغ المتوسط، والمخ الخلفي اتقسم للدماغ التالي والدماغ البصلي. كمان في المنطقة المخ الأمامي احنا قلنا ان العين بتتطور من المخ الأمامي. العين تميزت لإيه؟ لعدسة لينس وفنجال بصري اوبتيك كاب، فنجال بصري. ايه كمان كنا بنقول؟ ان الحويصلة السمعية بتتطور من الجزء الايه او الدماغ الخلفي الهايند برين. فهلاقي ان الحويصلة السمعية الايديتوري فيزيكال اتكونت. تمام. عندي كمان تحت كده هلاقي الهارت، القلب. القلب عندي بقى مميز لأربع حجرات اللي هو الأذين والبطين والجذع الشرياني وإيه؟ والجيب الوريدي. يبقى القلب تميز لإيه؟ لأربع حجرات اللي هو البطين، الأذين، الجيب الوريدي والجذع الشرياني. بالنسبة للقناة الهضمية مالها؟ ظهر عندي التجويف الفمي، شايفينه؟ الكافيتي اوف ذا ماوث، تجويف الفم. كمان المعي الامامي بيستطيل وبيكون لي البلعوم الفارنكس. هلاقي في المنطقه دي كمان في ايه؟ في فيسرال باوش، ثلاثه في النص اهم، فيسرال باوش اللي هي الاكياس الحشويه. طيب المعي او البلعوم ده بيفتح في نهايته بفتحه اسمها الانتيريور انتستينال بورتر، فتحة الباب المعوي الامامي. ايه تاني ظهر؟ قال لي ان ازدادت عدد القطع الميزودرمية اللي هي الاستومايت، ازدادت ل28 زوج من القطع الميزودرمية. قلت بعد 20 ساعة من فترة التحضين بتتكون اول زوج من القطع الميزودرمية، فده جنين 48 ساعة فهنطرح منه 20 هيبقى كام؟ 28 زوج من القطع الميزودرمية. ظهر ايه تاني؟ ظهر عندي الوريد المحي الامامي الايمن، الرايت انتيريور فاتلاين فين، وهنا برضو الليفت انتيريور فاتلاين فين. ظهر عندي الدورزر اورتال اللي هو الابهر الظهري، وظهر كمان البوستيريور فاتلاين ارتري اللي هو الشريان المحي الخلفي. ما بقاش عندي خط بدائي خالص، اختفى الخط البدائي نهائيا. كمان بقى فيه برعم الذيل التيل بد، وبقى فيه حاجة اسمها التيل امنوتيك فولد اللي هو ثانية السلة الذيلية. دي صورة برضو بتوضح جنين 48 ساعة، باين فيه ان حصل انحناء رأسي وان البرين اهو في تيلنسيفالون اللي هو المخ الامامي، وده فيه العدسة اللينس والاوبتيكال كاب
الفنجال البصري. بعد كده عندي المخ الوسطي اتقسم لحاجتين، داينسيفالون اللي هو الدماغ البيني، وايه وميزنسيفالون اللي هو الدماغ المتوسط. تمام، حصل ايه تاني؟ بين لي برضو ان الدماغ الخلفي او الهايند برين مالها اتقسمت لحاجتين، ميتنسيفالون اللي هو الدماغ التالي، ومايلونسيفالون اللي هو الدماغ البصري. ظهر القلب، والقلب قلت ان هو مميز لاربع حجرات. ظهر كمان في المنطقة دي اللي هي الايديتوري فيسيكلز اللي هي الحويصلة السمعية. بالنسبة للهارت قلت اربع حجرات، أذين وبطين وجذع شرياني والايه الجيب الوريدي. بالنسبة للجهاز التنفس الهضمي digestive system، ظهر الكافيتي اوف ذا ماوث تجويف الفم، وظهرت الفيزرال باوش. هو هنا كاتبها first visceral باوش، second visceral باوش، third visceral باوش اللي هي ايه اكياس حشوية، ثلاث اكياس حشوية. وظهر الفارنكس اللي هو البلعوم، وقلت بينتهي بالايه بالانتيريور انتستينال بورتال اللي هي حواف الباب المعوي الامامي. طيب باين لي برضو الانبوبه العصبيه نيورال تيوب، باين لي برضو الفاتالاين ارتلي الشريان المحي الخلفي من ناحيتين، والابهر الظهري اللي هو الدورزال اورتا. بين لي برعم الذيل هو التيل باد والتيل امنيوتيك فولد اللي هي ثانية السلة الذيلية. ده كده جنين 48 ساعة.